السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور مكرم من شركة وحدة الحيوان. اليوم مستضيفنا المهندس محمود عزام. أهلا وسهلا فيك أولا. الله يخليك. طبعا نحن تكلمنا عن موضوع أنواع الكلاب الحراسة وعددنا عدة أنواع في حلقات سابقة. حابب اليوم نحكي عن موضوع نوع الكلب إيطاليان ماستيف أو كانيكورسو. إذا بتتفضل تشرح لنا شوية معلومات عن هذا النوع من الكلاب. تمام. النوع الإيطاليان ماستيف أو الكانيكورسو هو كلب أساسه من إيطاليا. الكلب هذا من أقدم سلالات الماستيف. كان حتى في رسومات قديمة أيام الرومان، يعني من آلاف السنين، كان عندهم نفس الكلب تقريبا بنفس الشكل وبنفس الميزات اللي نحن شايفينها عليه حاليا. الميزة في هذا الكلب إنه ما تغير، اللي خلى الكلب هذا ما يتغير من أيام الرومان إلى الآن إنه هو الحمد لله إنه ما كان معروف كثير. يعني بدأ العالم يكتشفه في الثمانينات، عشان كده حافظ على نفس سلالته نفس أشكاله. من بعد ما بدأوا الناس يعرفوه في الثمانينات إلى الآن، في بعض الأنواع منه أو بعض البريدرز بعض البريدرز أنتجوا سترينز من الكانيكورسو قريب شوية شكله على النابوليتان ماستيف، وهذا للأسف عملوا بريدينج مع النابوليتان ماستيف عشان يدوا حجم أكبر وشكل شوية يمكن أحلى، لكن على حساب أداء الكلب وحساب اللعب في كلب تاريخه جدا طويل. من ناحية استخدامه هو كلب حراسة بالدرجة الأولى بلا منازع، ما يحتاج أن أنا أقول، لأنه أي واحد بيشوفه بيشوف سلوكه طبيعته يعرف أنه هذا الإنسان هذا عفوا الكلب عنده غريزة الدفاع جدا واضحة. بيوصل وزنه أوزان كثيرة، يعني كبيرة، يعني ممكن يوصل إلى 60 كيلو. في بعض الناس بيحبوا ان هم من البريدز اللي تيجي ادانها مقصوصه وواقفه، بس انا ما افضل هذا الشيء، لانه ده الشيء له كان اسبابه وراحت، اللي هي لما كان بيتصارع مع حيوان مفترس عشان يحمي اغنام او شيء، كان الاذن تعتبر هي والديل ويك بوينت، يعني الحيوان المفترس ممكن يمسك منها بالتالي يسيطر عليه. هم كانوا يقصوها عشان انه ما يكون له ممسك، لكن الان لا بنستخدمه في ده ولا ده الا حراسه العاديه بس. ومع الأطفال ترى جدا ممتاز. الماستيف عموما كلب يحب الأطفال. الكانيكورسو ما يخرج عن دي القاعدة، يعني الناس تفكر انه هو له سمعة شوية نشارس وده، لكن لا، بالتدريب الصحيح والمنتاليتي حقته طريقته شوية قريبة على الروت، مش هايبر زي الروت، لكن قريبة في يعني المنتاليتي، يعني ماني عارف كيف اشرحها، لكن اللي عنده روت وبعدين جاب كانيكورسو هيلاقي شويه تشابه، مو كثير، يمكن 20% 30%، بس هذا التشبيه لانه الناس ما تعرفه، فعشان كده بحاول اقرب له. حيلاقي سهوله تقريبا في التعامل معه، اللي يتعامل مع الروت كويس قريب من طريقه التعامل، يعرف يتعامل معه بطريقه صحيحه. بالنسبه لالوانه، الوانه في منه الفون، في منه الاسود، وفي منه البلو اللي هو هذا اللون، بس يمكن مو باين على كثير اللون عشان الليل. والأشكال اللي بيجي فيها كله تايب واحد، ما هو زي الأمريكان بولدوغ اللي تكلمنا عنه سابقا، لا كله تايب واحد. وهذا يعني بالنسبة لموضوع تدريبه سهل ولا عنيد مثل الروت؟ لا تدريبه جدا سهل، وحتى الروت تدريبه كويس، تدريبه سهل ما هو عنيد، لكن هو طبعا لشخصية المدرب نفسه. والناس المتخصصين في التدريب أكيد بيعرف هذا الكلام، يقول لك إنه ما في حاجة صعبة، كل واحد لازم تكلمه بلغته، ما ينفع أنا أجي لواحد بلغة أخرى وأكلمه عربي عشان يفهم، لازم أكلمه بلغته. فكل كلب له مفتاح لشخصيته، لازم نعرف كيف ندخله، حتى في كل يعني في نوع واحد لكل كلب له شخصية طبعا. أكيد. حتى في ناس يفكروا أنه البريد الكانيكورسو كلب شرس، خلاص هو شرس، لا، عمم الموضوع على كل أنواع الكلب في الدنيا، حتى الدوبرمان، حتى الروتوايلر، حتى الجيرمن، كل كلاب العالم بتلاقي individuals طالعين من البريد الواحد مختلفين. ممكن تلاقي روت ما ينفع للحراسة نهائي. نفس الوضع ينطبق على الكانيكورسو. شكرا كثير لك، شرفتنا بهذه الحلقة،
وبالنهاية بتمنى نكون أفدناكم بالمعلومات اللي قدمناها، ولا تنسوا الاشتراك في قناة واحة الحيوان، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.